عارف انا هعمل فيك ايه لو منار خدت خبر بس عن الديل اللي بينا؟ يا مدام هالة بلاش النبرة دي معايا، ما بتنفعش. خلي التهديد ده لأي حد تاني. انا طالما وعدتك حوفي. هنشوف. ما انت شفتي قبل كده واللي احنا كنا اتفقنا عليه حصل، ورحت تقدمت لفؤاد عادي جدا، مش كده؟ تصدق انه ما جابليش سيره خالص عن المقابله دي لحد دلوقتي؟ ايه ده؟ معقول يخبي عليكي؟ ومش معقوله ليه؟ ما هو طلع مخبي عني حاجات كتير. انت عارفه الغريب ايه؟ انا متاكد وعارف اني فؤاد بيترعب منك، مع ان هو قدامنا يعني عايش دور الذكر قوي، والكلام اللي بيقوله بصراحه لو انت سمعتيه هتزعلي وتزعلي معاكي. هو مش فارق معايا في حاجه يا معتز، انا كل اللي فارق معايا دلوقتي بنتي، بنتي وبس. ومنار مكسوره وانا عايزاها ترجع تمشي تاني، وعايزاها تفرح. عشان كده انت. شكرا. زي ما بقولك، عشان كده انت لازم تزود الدوس حبتين، يعني مسجات حب، ورد على البيت، حبتين حنية. مش معقولة أنا اللي هقول لك تعمل إيه يا معتز؟ ما أنت دخلت لها من الحتة دي. طب بصي يا هالة، طالما نتكلم بالمكشوف كده، أحب أقول لك إني أنا دخلت لها دخلة تانية خالص. بنتك مجنونة، وأنا دخلت لها بالجنان ده. وعقلت بعد اللي حصل لها. يبقى لازم تغير الأسطوانة وتديها شوية حنية، تحسسها إنك بتحبها بجد وإنك عايزها وما صدقت إنها اتطلقت. وأنا موافق، بس قولي لي أنت هتعملي إيه بقى في باقي الديل ده؟ ما أنا قلت لك هخليه يكتب كل حاجة باسمي، وساعتها هدخلك شريك ب 25% من غير ما تدفع جنيه. طب قولي مش 50؟ لا ده احنا كده بنهزر. هو انا بتفق مع عيل كل شويه هيرجع في كلامه؟ خلاص خلاص. طب انت رايحه فين؟ ما انا مش عاجبني الكلام بصراحه. انا عندي بنت وولد غيرها، ما اقدرش اجي على نصيبهم. انا بديك نصيبها عشان تتجوزها وتخرجها من اللي هي فيه وتقطع لسان اي حد يتكلم عليها. خلاص خلاص، على فكره انا موافق، انا كنت بهرج معاكي بس. دي فرح، ما تتكلمش خالص لا تكون منار جنبها. ايوه يا فرح. ماما ماما الحق يا ماما، منار انتحرت. ايه؟ اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.